بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نحن نريد نحكي على المشاكل اللي صارت والكفرة والاشتباكات اللي صارت. نحن ما عندنا عاطين مهدنة إخواننا ضم التبو عاطين هدنة وطلبوا هدنة 48 ساعة، وشروط الهدنة أنهم من 48 ساعة يا إما يسلموا مقرات الدولة ويعيس عبد المجيد يلزموه تحت سيادة الدولة الليبية، يا إما كان ما قدروش عليه يطلعوا ويقولوا راهو ما قدرناش عليه لا يبي يلتزم تحت سيادة الدولة الليبية ولا يبي يسلم مقرات الدولة. فنحن بإذن الله ان نتعامل معه ونعرفه كيف نجيبوه تحت سيادة الدولة الليبية ونعرفه كيف نفكوا منه مقرات الدولة. ولكن اخترقوا الهدنة من أول يوم بدور ماية في الآمنين وروعوا السكان، وبدور ماية في أفراد لواء قوات درع ليبيا وأصيبوا منها 4 أشخاص في البداية. فاشتبكنا معهم وكانوا هم في الصبح بدري خشوا على الجزيرة. كان عندنا أخوة مسكين توكا وفصلوا في الصبح وخشوا للمنزل وخذوا فترة راحة، فدخلوا عليه من المنزل أخذوا أحد الأشخاص شباب أخذوه أسير، والآخرين تمكنوا من أن يقعدوا في مكان آمن وما يتمكنوش من رؤيتهم يعني إلا. فشافوا الناس اللي كانوا يقاتلوا فينا، شافوهم الأخوة اللي مسكوه في الأسر أو من الناس اللي قعدوا في محصنين في مكان آمن، شافوهم وشافوا قتالهم وأشكالهم ولهجاتهم ولبسهم وشافوا طريقة تعاملهم معنا. وهذوم الأخوة موجودين، هذوم أفراد لواء قوات درع ليبيا، تو يحكوا لكم بالتفصيل شن صار معاهم وش اللي شافوه بعيونهم يعني. تفضل اسمع. الله يسعدك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمعي يا أحمد الفتوري. طبعا نحن كنا فاصلين توكا على حسب كلام الأخ اللي دوا قبلي، فلما فصلنا من توكا مروحنا الحوش أساس نريح وغادي، فسمعنا صوت رماية وعينا عليه صوت الرماية وطلعنا لقينا شنو الساحة مدجوجة دج، الجزيرة الخضراء هذه مليانة مشاة ودوشكات و14.5 وأغراض ناس زرق تمامه. فشنو خذينا ساتر في اللي بلط منا اللي طلع منا طلع واللي قعدت تحاصر. انا طبعا تحاصرت في المنزل الدور الارضي وعندي زملائي في الدور الثاني. فشنو صارت اشتباكات، اول واحد خسرية صارت معاه اشتباكات فرد، انا كنت في الدار فشنو عزق رمانه وعرفته عزق رمانه. انا شنو طلعت من الدار خذيت عكس العزقه متاع عزقه الرمانه اللي هو خشيت حشاك في دوره المياه تمام. المهم لما اكتر علينا طبعا اكتر منا عدد ما وخشوا علينا مشاة وتموا حتى تمركزوا حتى حذانا، خشوا مجموعة جوا بلط منهم كم مجموعة، طبعا انا واخد ساتر كيكارس بلط من كم مجموعة وني خش علي واحد ضيعجي طول وعرض عربي ما يدويش عربي رضين عربي ما يدويش بكل تمامه. المهم شبكت انا وياه كي مسكني من انا مسكت نفس الجو قعد شنو يدوي في لغة يعني ماهيش عربية عرفته، حتى اللغة العربية ماهيش لغة عربية. جو جماعته مسكوني وطلعوني برا، حصلت كم خبطة كي أو مسكوك أنت عارف الأسير وشوف شنو يصير فيك. فشلوني في سيارة تويوتا، سيارة قزاز صغيرة كي شلوني في سيارة، طبعا الألفاظ ما غباك في الألفاظ اللي يدو فيها ليا اللي في جنبي هذا، الألفاظ قبيحة. جيت علي مدخلك شعرت أن في ناس جنبي من هنا ومن هنا يعني تبو شدية مش معروف ما حقش لأن مربطين لي عيوني عارف. فخلك من الابواني اللي زرقا المعروش انا ذينا حصلت منهم بوني انا في وجهي. المهم طلعوا بي على اساس ماشيين بي المقر، بالصدفه تلاقوا مع سياره واحده اخرى درسوا، نزل منها واحد قال له ادريس هو اللي نزلني وقال له ضمان وقال له هذا عندي وخذاني معاه في السياره وعدشاني المستشفى. حصلت ضربه في المستشفى من الخلف من هنا حتى ما عرفتش من منو، طبعا مغمض العيون مغمضين لعيوني داخل المستشفى حصلت خبطه في ظهري من لاغرا من هنا. المهم خذاني ادريس من مخذة إدريس الله يسامحه، إدريس طلع إدريس تباوي ليبي يدوي عربي، خذاني شلني المنزل متاعه ما فتحش. الآخرين يدلوا علينا ما مش ليبيين، دوا ما تفهمش دوا بينهم ما تفهمش بك. المهم مشيت مع إدريس الحوشة ومن إدريس الله يسامحه يعني ما قصرش معي إدريس تباوي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اخونا عياد هذا كي اللوطة مسكو، ونحن كنا في الدور العلوي قعدنا كرسيين في الشقة نسمعوا في صوات ومنحقوا فيهم مع الروشة، واحد ليبي والباقي كلهم دوتهم غير ليبية.
طريقه القتال؟ القتال الناس مدربين؟ ناس مدربين يعني ناس يعني خشوا في جبهات من قبل تدريب عالي بكر. قلت لك اول ما تمركزوا مع تمركز ناس مدربين فهم لبس صاعقه كومندس يعني ناس مجهزين، ما مش مثلا ناس من تحس انهم مدنيين تي مجهزين. يعني من كلامك كنفهم من ثوار قوات الدرع الليبيا يقاتلوا في 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 ميليشيات مدربه تدريب عالي. اكيد يا اخونا. انا في رساله بنوصلها لهم، يعني حتى هم فعلا شفناهم مدربين تدريب عالي وقتالهم كان عنيف، والتجهيزات اللي عندهم ولباسهم واشكالهم انهم ناس مدربه تدريب صحي، يعني مش مواطنين عاديين. ولكن نقول لهم ان قوات درع ليبيا من الثوار الاحرار اللي حرروا كامل ترابل وتراب الوطن من تحت حكم الطاغيه، وهم ما يبوش يجوا كيف جيش الطاغوت ولا حكم الطاغوت ولا ظلمه ولا الكفره هذه، والله احياء تبوا هذينا يبي جن كيف سرت ولا كيف طرابلس ولا. فنحن باذن الله ثابتين. وهم المعركة الأخيرة أنا نقول إن التحليل بتاعنا إنهم حسوا إن الشباب انقصوا في أفراد قوات درع ليبيا روحوا إجازات، نحن لنا شهرين مأمنين البلاد، ولما تأمنت تريحت البلاد فبعض الشباب روحوا إجازات حسوا بالشيء هذا فيسحبونا في موقع ضعف. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وتثبيت منا إن الشباب الموجودين مع إنهم على قلة عددهم يعني لكن قاموا بالواجب بزياده، في منهم سواق الراجمه وفي منهم سواق ال 23 سائق ورامي ومذخر في ان واحد، سياره يسوق فيها شخص وهو نفس الشخص اللي ذخر ويرمي، هذا كله ثبات من الله سبحانه وتعالى وتطبيق الايه تقول وان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامهم، فهذا تثبيت من الله عز وجل. ونحن اول ايام جينا للكفره هنا تكلمنا مع عيان كفره من زويه من تبو مجابره اواجله عبيدات عواقير ورفل القبائل الموجوده قلنا هنا في الكفره واشراف وتوتيه، قلنا لهم نحن قوات حفظ سلام فض نزاع تدخل سريع تامين وحمايه للمدينه، ما ندورش حد، ما نش مع فئه دون الاخرى، ما نش ضد حد، نحن ضد الفئه الباغيه اللي تروع في الامنين واللي تزعزع في الاستقرار واللي ما تبيش الدوله الليبيه تستقر، نحن ضد الفئه هذه. والله اللي تمرد، والله اللي يدير اي زعزع استقرار، والله إثارة الفتن والله المشاكل في البلاد نضربوه بيد من حديد، واي شخص يطلق النار عليه افراد قوات درع ليبيا حردوا عليه بالاسلحه الثقيله. وقعناه مع الكلام هذا ومدرنا مع حضر اتفاق بالكلام هذا، وهم ما كانوش مصدقين، كانوا يشوفوا فينا متسامحين وهادين معاهم يسحبوا ضعف، ولكن لما اطلقوا الرصاص على افراد قوات درع ليبيا شافوا الرد بتاعنا وفضل الله سبحانه وتعالى قعدنا لهم بالمرصاد وامنا البلاد وسيطرنا على الوضع، وهم تو طالبين هدنه ما زلنا نعطوا في هدنه وما زلنا معاهم لان اخر حل يبوا هدنه نعطوا هدنه يبوا قتال جربونا في القتال، نحن اهلها من قبل يا ما زم الطيب زم الطبل والله اكبر لله الحمد. من قبل في ابدا الدوله ما اهتمتش بالدوله الاهتمام كامل ولا اهتمام بسيط، ما اهتمتش بينا. درع ليبيا جاء بالمجاوده، جاءوا الشباب بسياراتهم الخاصه وبالياتنا الخاصه، والله الاليات اللي قضمناها من الطاغوت في معركنا ضد الطاغوت، ان الدوله اعطتنا تجهيزات ولا اعطتنا سلاح ولا اعطتنا ذخائر، ابدا الكلام هذا ما صار. اليوم اللي صار اشتباك انا بنفسي مشيت لغرفه العمليات يا رأس العقيد فرج بشعاله، قلت له نبي ذخيره رقيقه، نبي ذخيره 23 14 ونص، قال لي ما عنديش بك، قلت له اعطيني حتى ذخيره كلاش، قال لي ما عنديش الا الذخيره اللي في البنادق بتاع الحرسات فقط، خاطيه ما عنديش. هذا رئيس غرفه العمليات الكفره العقيد فرج بشعاله، عنده 21 سياره للجيش الليبي قاعدات متمركزات في غرفه العمليات، ما طلعتش واحده منها قاتله معنا، مش طعن في الجيش الليبي ولا طعن في وزاره الدفاع، لان نحن بروحنا انضمينا لوزاره الدفاع وما جيناش الكفره الا بتكليف رسمي من وزاره الدفاع، ولكن هذا الشيء الحاصل مش عارف الشيء هذا متعمد منهم او خوف الله اعلى واعلم. لكن القتال اللي صار في الكفره قاتلوا افراد لواء قوات درع ليبيا، ما فيش اي شخص اخر قاتل معنا، حتى ولو اهل المنطقه بروحهم قالوا مدوكم باي شيء، قلنا لهم مدونا بحاجه واحده، مدونا بالماكل والمشرب، نبوا طعام وشراب فقط، ما نبوش حاجه اخرى، نحن بعتادنا وباسلحتنا وكل شيء، لكن نبوا زياده سلاح ونبوا زياده ذخيره لان ممكن المعركه تطول او لا مدى، ومع العلم ان الذخيره اللي عندنا
والسلاح اللي عندنا اللي غنمناه من الطاغوت او اللي شريناه من السوق السوداء من برا. هل بعد المواجهات هذه وبعض النقص اللي صاير وبعض صمود الشباب في اماكنهم، هل في حد يفكر انه يروح؟ من شبابنا نحن؟ بالعكس، اللي كانوا اجازات قطعوا اجازاتهم وردوا. في ناس كانت واخذه اجازه وفي لله يومين طالع واخذ اجازه 10 ايام قطع اجازته وجاء. في ناس اللي جوا في الطياره وفي اللي جوا على البر وفي اللي ما عندهمش فلوس جوا تشير. شباب يعني ثبات والله اكبر، وشبابنا يعني هذول شباب الوطن وشباب الدوله الليبيه وشباب باذن الله هم اللي حيردوا كيف ما كانوا يكنسوا ان شاء الله عن نثوات نظيف من الطواغيت اللي ما زالوا قاعدين، من الناس اللي ركبت الموجه، من المتسلقين يسحبونا غفلين، ماناش غفلين، لكن كل شيء بوقته وكل شيء عنده اوان. بارك الله فيك. بارك الله ولا عز الا بالجهاد.